الأستاذ دكتور حامد عبد الله حامد، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، كلية الطب جامعة القاهرة، استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة، استشاري إصلاح تشوهات الأعضاء التناسلية، واستشاري جراحات العقم والضعف الجنسي. عناوين العيادات: عيادة الجيزة، 28 شارع مراد أمام مطرانية الجيزة برج سكاي سنتر. عيادة مصر الجديدة، 71 شارع عثمان بن عفان ميدان سفير مصر الجديدة. تليفونات العيادات 0-165-22-313 أو 010-69-27-22-21. يسعدني أرحب بكم النهاردة في الفرع الجديد للعيادة بعد فرع الجيزة، وهو في منطقة مصر الجديدة اللي بيكن لها معزة خاصة هي وأهلها. الفرع ده مهيئه بكل أنواع التجهيزات لكل ما يتعلق بعلاج العقم عند الرجال، وكل ما يتعلق بأمراض الذكورة، وكل ما يتعلق باضطرابات العلاقة الزوجية عند الرجال. وبالتالي مجهزينه ومتعاقدين مع معمل مهم جدا، إن احنا بنعمل كل التحاليل اللي تخص الرجل، وكل ما يتعلق بالصحة الزوجية والصحة الإيجابية بتاعته بتتعمل كلها في نفس اليوم بالنسبة لخدمة أهالينا اللي في المحافظات. العيادة كمان مجهزة بقسم خاص للأمراض الجلدية، وبالذات الأمراض الجلدية التي تحتاج علاج خاص، تحتاج علاج دوائي وعلاج موضعي، وتحتاج إلى إشعاعات أو تحتاج إلى ليزر. كل حاجة بتخص الجلد والجمال إحنا بنهتم نعرف إيه السبب العضوي اللي وراها عشان نعالج صح، وبعدين بعد ما بنعالج السبب نفسه بنعالج بقى بعد كده آثار زي آثار الحبوب، لو في تصبغات على الجلد، لو في أي مشاكل بعد كده بنعالجها. كمان في قسم خاص بالأشعة البنفسجية لعلاج أمراض الصدفية المستعصية، وعلاج الثعلبة، وعلاج البهاء. نعالج تساقط الشعر بحاجة اسمها جلسات الخلايا الجذعية، بنمشي على الشعر بطريقة معينة وبسنون رفيعة جدا، بتبقى حاجة غير مؤلمة خالص، بيبقى فيه قبلها بينج، وبعد كده بنحط المواد بتاعتنا اللي هي بتبقى متكونة من الخلايا الجذعية عشان نحفز بصيرات الشعر ونقوي الشعر اللي موجود. بالتالي الشعر لو بيتساقط بيقلل التساقط جدا، ولو في أماكن فيها فراغات في الشعر بتبتدي تتملي تاني، ومع العلاج المستمر والمتابعة بيرجع الشعر كويس جدا ويمكن أحسن من الأول كمان. بالإضافة كمان في العيادة فيها قسم مخصوص لتخسيس الجسم بدون جراحة خالص. عندنا قسم لإذابة الدهون بجهاز الكرايو أو التبريد، بتشيل الدهون من أي منطقة في الجسم بدون أي تعرض لجراحة أو لتخدير. عندنا كمان بنعمل حقن موضعية لإذابة الدهون في أي منطقة من الجسم بدون الاحتياج إلى أي جراحة أو إلى أي تخدير. عندنا كمان جهاز ليزر لإزالة الشعر في الجسم. عندنا كمان خدمات تجميلية كويسة جدا خاصة بالبوتوكس والفيلر. وعلى فكرة الاستخدامات بتاعة البوتوكس والفيلر عندنا مش مجرد التجميل، عندنا بوتوكس لإزالة التعرق الشديد في الإيدين أو الرجلين. عندنا كمان قسم خاص لعلاج كل ما يتعلق بالضوافر وكل اضطرابات الضوافر والشعر، لان هي دي ممكن تكون علامه على امراض جلديه داخليه. كمان عندنا لعلاج مسار حب الشباب، الحفر اللي بتبقى موجوده بالذات في الوش، طبعا دي بتبقى مشكله كبيره جدا عند ناس كتيره مش بس بنات واولاد، لان بتبقى علاجها صعب ومش بتروح ولا بكريمات ولا بالعلاجات العاديه يعني. في النهايه بيسعدني ارحب بيكم في الفرع الجديد في مصر الجديده، واهلا بيكم دايما في كل ما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية وأمراض الذكورة عند الرجال، وكل ما يتعلق بالأمراض الجلدية والتجميل عند السيدات.